هل يشمل الشرط الثاني من شروط الشفاعة رضا الله سبحانه وتعالى عن الشافع كذلك رضاه عن المشفوع؟ هذا شيء وهذا شيء، كلهما مذكور في الآية. لو كان يغني هذا عن هذا لم يكرره الله عز وجل، ولا كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لو كان واحد يكفي ما كرره الله. نعم، هذا شيء وهذا شيء. نعم.